فتحت الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن محافظة بني سويف أبوابها أمام جميع المواطنين تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم. وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالربيع وسط أجواء من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه المواطنين، ذلك ابتهاجا بقدوم فصل الربيع. استغل اليوم بتاع الاجازه ده عشان يفسح الاطفال والاولاد، وجبناهم هنا حديقه الحيوانات. كانوا اول مره يجوا يتفرجوا على الحيوانات ونعرفهم ونفسحهم، نفرجهم على الاماكن الموجوده في البلد، نطلعوا على الممشى السياحي في بني سويف يشوف النيل والكلام ده كله. نتفرج بتبقى وقت جميل ان احنا نستغله مع اسرتنا، نريح فيه شويه ونبقى مع اسرتنا كده نفسحهم. انا في جنينه الحيوانات هنا انا والعائله والجماعه واولادي، ودي عادات وتقاليد بلدنا. كل سنة اللي بنيجي هنا بنتفسح، وكل سنة وانتم طيبين.